قال مراقب الشرطة العام محمد سيفي النوي مدير شرطة الحدود خلال عرضه لحصيلة شرطة الحدود بالمدرسة العليا للشرطة بشاتونا في العاصمة أنه تم تسجيل انخفاض بين سنة 2019-2020 في النشاطات القضائية ومحاربة الجريمة على مستوى الموانئ، وذلك بنسبة 70%، حيث تم تسجيل سنة 2019 ما يعادل 12,000 قضية، وفي سنة 2020 تم تسجيل 3,581 قضية. فيما يخص نشاطات القضائية وهدرنا على المهمة محاربة الجريمة فيما يخص الموانئ المطارات والحدود البرية، سجلنا نقص بين 2020 و 2019 كانت 12,000 قضية مع توقيف 12,000 شخص و 753، في 2020 3,581 قضية تم توقيف 4,977، يعني انخفضت بصفة كبيرة بنسبة أكثر من 70%. كما قال مراقب الشرطة العام محمد سيفي النوي مدير شرطة الحدود أن بخصوص المواطنين الذين تم إجلاؤهم من الخارج سنة 2020 بلغ عددهم 45,583. تصريح في ميكروفون جمال دين بوشة. المواطنين اللي تم إجلاؤهم من الخارج في 2020 وصلوا حتى 45,983، والأجانب أو الوطنيين المقيمين في الخارج ومزدوجين الجنسية في هذا العام 2020 خرجوا 141,928 الواجهة الجوية البحرية والبرية. وخلال عرضه دائما لحصيلة مديرية الوحدات الجوية قال العميد الأول لشرطة عبد المجيد يحيوي أنه تم تسجيل 419 ساعة إذن طلعة ليلية، في حين تم تسجيل خلال سنة 2020 أزيد من 2000 ساعة طيران. في 2018 كان سجلنا 1617 ساعة طيران، في 2019 2177، وفي سنة 2020 سجلنا 2004 ساعات. نلاحظ أن نشاط مديرية الوحدات الجوية الوطني أنا بايتي توشي بهذه الجائحة. في هذه السنة قمنا بعدد الطلعات الليلية عندنا 419 ساعة، وفي السنوات الماضية كنا نديرو ماكسيموم 100 ساعة. هذه الزيادة هي نتيجة أساساً لطلعات منجزة في إطار إجراءات متخذة من أجل احترام تدابير الحجر الصحي. أما بخصوص حصيلة نشاطات خلية الاتصال، فقد كشف العميد الأول للشرطة عمر العروم رئيس خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني عن أزيد من 142,000 نشاط تحسيسي وأزيد من 412 أو أزيد من 41,000 نشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي. عدد نشاطات التحسيس والتوعية الميدانية فيما يخص كورونا، يعني التوعية حول كورونا، وصلنا 142,180 نشاط، يعني ما خلينا يعني حتى يعني استغلينا حتى البيغافون تاع السيارات أوقات يعني بداية الحجر، وين السيارات الشرطة في كل الولايات كانت تذكر المواطن في نشاط تحسيسي وتوعوي بالالتزام بالتدابير على الحجر. وهناك عدد نشاطات تحسيس والتوعية عبر المنصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، يعني لبيبليكاسيون المنشورات لفيديو وكذلك المقالات، هناك 41,009 نشاط يخص هذا المجال بمجموع 183,189 نشاط.